درس موسيقى. أي لحن موسيقي جميل بيكون ناتج عن حوار متناسق بين تكنيكات ونغمات بيلعبها العازف بأسلوبه الاحترافي وإحساسه الخاص. الموسيقى علم منظم وخبرات متراكمة، عشان كده بياخد مننا وقت إن احنا نتعلم ونفهم كتير من أساسياته، وده بيتوقف على مهارة وموهبة كل واحد فينا. لكن في بداية مشوارنا التعليمي بتقابلنا تساؤلات كتير، زي يعني إيه الماينور، يعني إيه الميجور، وإيه الفرق بين البيمول والنص بيمول والدييز والسيكا، كمان إيه استخدامات السلالم الموسيقية والمقامات المعروفة زي البياتي والكرد والرست والحجاز. ولما بنتعلم نعزف عود دايما بنسأل يعني إيه ريفرداج وريشة ملفوفة ومقلوبة وتريوليه، وهل ممكن نعزف كوردات وأربيجيو على العود، أو هل ممكن نعزف كروماتيكس. معلومات مفيدة هتجاوب على كل تساؤلاتنا، وشرح بشكل مبسط، وتمرينات جديدة في كل درس. لو عندكم أي تساؤلات أو اقتراحات تقدروا تكتبوها على صفحة درس موسيقى على الفيسبوك.